الحمد لله عمري ما شعرت باليأس، بعمل اللي عليا. يمكن بحس بالإرهاق، بحس بالتعب، بحس ان انا محتاج ان انا اعمل مجهود اكبر، لكن يأس عمري ما يأس. بكل رضا تعامل ياسر جلال مع تأخر نجوميته واللي اتحققت بثلاث مسلسلات، فما أنجحهم بالنسبة له؟ بالترتيب كده ظل الرئيس رحيم لمسة كتف. البعض هاجمه وفسر إن سبب نجاحه هي إمكانياته الجسدية. مش إمكانياتي الجسدية، هو الإمكانيات الجسدية بالنسبة للممثل تبقى عنصر مكمل. لازم الموهبة ولازم الخبرة، الخبرة عن طريق الدراسة وممارسة الفن. فالإمكانيات الجسدية بتبقى مقومات، الجسدية بتبقى عنصر مكمل وبتبقى مهم يعني وبيميزك. من بعد بطولته الأكثر من عمل درامي، هل من الممكن أنه يعود للأدوار الثانية؟ ربنا سبحانه وتعالى ثم القائمين على الصناعة في بلدنا بيحطوك في مكان معين أو مكانة معينة، فأنت بتفضل تشتغل فيها وبتبذل مجهود. عشان تفضل في المكانة دي محتاج أولا تعمل اللي عليك، وأنا بالنسبة لي أتمنى أن أفضل مستمر في شغلي، سواء كنت أول أو تاني. أتمنى أفضل مستمر وأعمل الحاجة اللي أنا بحبها. بكرة الأيام تثبت لك يا ست عايدة. أنا راجل دغري، ماليش في اللف والدوران، ومش ناوي ليكوا غير على الخير والله. محبيه طلبوه باستغلال نجاحاته بالدراما بالعوده للسينما من جديد. الوقت ضيق جدا علشان انت تعمل مسلسل، تحضر المسلسل وكمان تحضر الفيلم، لا هتنجح هنا ولا هتنجح هنا. ولكن انا في بالي طبعا الطلب مني في الفتره الاخيره ان انا اعمل فيلم سينما، فان شاء الله بنحضر لفيلم قريب، بس لما السيناريو يكتمل وطاقم الفريق العمل يكتمل ربنا يسهل ونتكل على الله ونعمل. رغم عدم ظهوره مع شقيقه رامز جلال ببرامج المقالب، الا انه من اشد معجبين. ان رامز جلال فنان كبير، لانه هو ممثل وله افلام سينما كتير وناجح، ولكن هو برنامجه فرض نفسه، يعني النجاح فرض نفسه. ده في اجماع من كل الناس، الناس بتحبه وتفرج عليه. في ناس تختلف معاه، في ناس مثلا ما يعجبهاش اللي بتقدمه، بس لازم تتفرج عليه.